ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم ام له والأمة من بعده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر على ظاهره، وان الله جل وعلا يلقي في قلوب اعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب، فإذا وصل إليهم إذا الرعب قد تمكن منهم وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله وأمته ذلك، فأمته مستقيمة على دينه والصادر على دينه المقيمة لشريعته ينصرها الله كما نصره ويلقي في قلوب عدوها الرعب مسافة شهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الخصائص التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته والله ينصره ويؤيده ويجعل الرعب في قلوب عدوه مسافة شهر. نعم.